السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اشرب شاي عقيد. قبل الشاي انت شو قايل له اليوم لصهري ابو عصام؟ اللي سمعته ابو شهاب، وانا برمي كلامي بالوش. مو مثل رجال حارتك عم يحكوا علي بالافه مثل الحريمات. وزين كلامك قبل ما تنطقه يا عمار. واللي خلقك بعرف شو عم بحكي. شوف ابو شهاب، هن كلمتين. انا لي بحارتك عمتي، يعني بدي زورها ايمتى ما بدي وعلى كيفي، وما حدا بيحدد لي وقت، لا ايمتى بدي فوت ولا ايمتى بدي اطلع. شوف ابو النار، انت حكيت الكلمتين اللي عندك، هلا بدك تسمع الكلمتين اللي عندي. انت بتعرف انه عمتك ام رضوان نحن حاطينها برموش عيوننا من جوا، وجيرانها عم يخدموها اكثر ما انت ذات نفسك عم تخدمها، لانها حريمه، والحريمه بدها حريمات يخدموها. عمتك ام رضوان وحده منا وفينا من يوم اللي تجوزت ابو رضوان البغجاتي الله يرحمه، وصارت بركتنا وحاطينا فوق راسنا. بدك تزورها ميت اهلا وسهلا، ما حدا بيقدر يمنعك ولا يوقف بطريقه. وكل شي سمعته على لسان اي حدا من حارتك كذب، بس اذا بدك تحطها حجه منشان تعمل لي مشاكل بالحاره، لا هي كبيره يا ابو النار. انت بتعرف اني عند كلامي وشكلين ما بحكي. والله ما بتروح تشرب شاي عقيد. ايه نشرب لعيونك ابو النار. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.